مشاهدينا الكرام، طبعا الطرق والجسور تكون داخل المدن وخارجها هي احد مظاهر البلد وواجهته الحضارية، والقادم الى البلد سواء اي بلد كان، سواء كان سياسي او مواطن عادي، يقدر يحكم على هذا البلد ومدى تطوره من خلال جودة وسلامة الطرق. إذا بحلقتنا لهذا اليوم راح نناقش موضوع الطرق والجسور في بغداد وباقي المحافظات والطرق الرابطة أيضا بين المحافظات، لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة خلينا نطلع التقرير وراجع لكم. طرق وجسور متهرئة تعود لعقود قديمة وأخرى استحدثت قبل سنوات ليس بقريبة، فقد تركت آلاف الكيلومترات دون تأهيل أو تعمير رغم كثرة الحوادث التي تشهدها تلك الطرق، إذ تحصد آلاف الأرواح من المسافرين داخل المدن في مدة زمنية قليلة تكاد تكون في السنة الواحدة آلاف الحوادث المرورية على تلك الشوارع حتى سميت بطرق الموت. فالحكومات المتعاقبة عجزت عن إعادة إعمار تلك الكيلومترات المعدودة، لكن بحسب ما يتداول أن وزارة الإعمار أعلنت مؤخراً عن تنسيق مع وزارة التخطيط لوضع خطط تسهم بتحسين الواقع الخدمي في المناطق التي عدم فيها الإعمار أو بنسب قليلة. تضمنت الخطط 60 مشروع تخص الطرق والجسور وعدد من التقاطعات، وكذلك إحياء بعض المشاريع المتلكئة، مما تسهم برفع مستوى الأمان في تلك المناطق. لكن المشاريع تلك يقيدها التسويف، فبغداد والمحافظات تشكو تفاقم أزمة الخدمات، إذ تفتقر إلى الإعمار منذ سنوات مرت، ولا بد من وضع الخطط للتخلص من هذه المشكلة، إذ يرى متخصصون في هندسة الطرق والجسور أن أغلب الطرق تعدت أعمارها فوق العمر الهندسي المقرر لها ومتهالكة. أما المواطن فقد علق آماله على صيانة تلك الطرق والتقليل من الزخم المروري وكذلك الحوادث المتكررة، وذلك بتنفيذ الخطط الموضوعة والتنسيق بين الوزارات لانتشاله من أزمة خانقة تسببها تهدم الطرق وتهالكها. إذن مشاهدين الكرام رجعنا وياكم بعد هذا التقرير. طبعاً نبتدي بالطرق الخارجية، هذا الموضوع ما يكون خافي على أحد لا من المسؤولين ولا من المواطنين ما آلت إليه الطرق من تعرجات وتخسفات كبيرة، وأيضاً من الأمور الأخرى هي قدم هذه الشوارع، بالإضافة لأنه تكون هناك عمليات ترقيعية وعمليات هي تكون بسيطة لصيانة هذه الطرق، لكن هي ما تتناسب مع حجم الضرر اللي تتعرض له هذه الطرق، بالإضافة الأسباب الأخرى هي من خلال الحمولات الثقيلة اللي بسيارات الحمل اللي تسير على هذا الطريق. فكثير من الحوادث شهدناها ونشاهدها كل يوم، نسمع عن حادث بسبب هذه الطرق، وبعض الطرق هي سميت بطرق الموت وراح ضحيتها كثير من المواطنين. طبعا دائما نسمع بوسائل الإعلام ونسمع بالسوشيال ميديا انه هناك حادث لكن دون معالجة لهذا الطريق، ودائما تكون بنفس الأماكن، فالكل يرجو ويطالب بتحسين هذه الطرق، ويعني تحديدا احنا بسنة 2022 وهذه حال الطرق الخارجية بالعراق. احنا بلد غني ليس فقير حتى نقدر او نحاول انه نطلب العون من الآخرين بتحسين طرقنا، لكن الحكومة المتعاقبة والحكومات المتعاقبة على البلد ما حاولت أنه هي تحسن من مظهر العراق، وعلى أقل الإمكان هو الطرق، وهي الطرق هي مهمة جدا مثل ما قلنا هي واجهة البلد. أخرى اللي هي هذه الطرق وأكثر الحوادث تحدث على الطرق اللي تكون بسايد واحد، هاي أيضا مضرة بالأخص وتحديدا أثناء فترة الليل، بسبب هذه الطرق هي تكون غير مجهزة لا بإنارة ولا بلوحات تعريفية ولا بأمور السلامة، بالإضافة لعدم احتواء هذه الطرق على طوارئ حتى في حال حدث يعني حادث ممكن أنه الإسعاف تقدر
تقدر توصل، تكون اكو مرور متواجد. يعني هذه كلها امور واسباب تؤدي، اذا ما موجوده هذه الامور تؤدي الى حوادث بالطبيعي. يعني فكثير من المواطنين يتساءلون هذا السؤال، لماذا لا تجهز الطرق الخارجيه والطرق الرابطه بين المحافظات على اقل الامكان وقدر الامكان، هي بالاناره وباللوحات التعريفيه، حتى يقدر المواطن يقدر يحاول انه هو يتفادى الخطر. شوف الاجابه وراجع لكم. سؤال حقيقه جيد جدا، يعني يخص مجال اكبر، هندسه خدمات وهي هندسه الطرق. سؤالكم عن الطرق والجسور في بغداد وخارج بغداد، يعني خارج المدن. الحقيقة العراق فيه يعني بحدود، أنا أقدر تقدير، يعني لا توجد إحصائية دقيقة، موجود إحصائية قبل 2003، عندي موجود إحصائية بالأسماء، يعني قبل 2003 الطرق الخارجية خارج المدن وداخل المدن بحدود 120 ألف كيلومتر، ما يعادل طريق بعرض 7 متر تبليط. الآن حاليا أكثر من 150 إلى 170 ألف كيلومتر حسب ما يعني أنا هم سويت إحصائية هيك، يعني إحصائية لغرض التدقيق، يعني خلينا نقول يعني غير المقصود، يعني سويت في بعض المحافظات يعني حدود 150-170 ألف، خلينا نقول 150 ألف. البلد يحتاج إلى حوالي 400 ألف كيلومتر من الطرق أو ما يكافئها داخل وخارج المدن. طبعا هذا مبني على نظرية الأمم المتحدة، الجهات المختصة يعني الـ IRF اتحاد الطرق الدولي، اللي حطوا نظرية أو معادلة أنه كل حسب كثافة السكان بالبلد، كل 100 نسمة على الكيلومتر المربع من المساحة تحتاج إلى كيلومتر طول لكل 100 نسمة على كل 100 نسمة على الكيلومتر المربع، يحتاجون إلى كيلومتر طول من الطرق لكل كيلومتر مربع من المساحة. فإحنا نحتاج بحدود يعني كثافة السكان بحدود 90 نسمة للكيلومتر المربع، نحتاج يعني 90% من المساحة، من مساحة العراق بحدود 400 ألف. هاي الاحتياج حسب النظرية خلينا نقول المثالية. حالة الطرق داخل بغداد حقيقة جيدة، يعني داخل بغداد أنا أشوفها جيدة، بس تحتاج إلى أعمال تكميلية كثيرة، تحتاج إلى تعريض، تحتاج إلى تأثيث، تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تأهيل. الطرق الخارجية تقريبا مدمرة بنسبة، طبعا عندنا احنا حوالي 5000 كيلومتر طول من الطرق الرئيسية وهي المهمة، يعني اللي تربط مراكز المحافظات وتربط يعني الموانئ وتربط المدن الرئيسية والمنافذ الحدودية، هاي كلها يسموها طرق رئيسية. عندنا بحدود 5000 كيلومتر من الطرق، يعني هذه تقريبا مدمرة بنسبة، خلي نقول كل يكون متفائلين، نصها. وإحنا دمرناها بدينا عن طريق الانفلات الأثقال المحورية. الأثقال المحورية المنفلتة أدت إلى تدمير الطرق الرئيسية في معظمها، وخاصة الطرق التجارية اللي جاية من الموانئ واللي جاية من المقالع واللي جاية من مناطق بعيدة، مثلا طريق بغداد كركوك، طريق بغداد كوت، عمارة، بصرة، يعني تدمرت بشكل كبير، سببنا لها أذى بإرادتنا وبقبولنا وبسكوتنا. يعني تقريبا هي إلى عام 2010 هي الوضع جيد، بس بعد 2010 ما صار تطوير على الطرق، ما صار تأهيل، ما صار صيانة، ما صار كذا، صارت يعني بس مو بالشكل المطلوب، الشكل المطلوب غير شكل، فلهذا تدمرت الطرق وتحتاج إلى تأهيل. وأنا مقدر تحتاج يعني الطرق الرئيسية فقط مسوي بها تقرير وحدها، يعني تحتاج سنويا إلى حدود حوالي 500 مليون دولار أعيد الطرق الرئيسية اللي هي 5000
ممرين يعني ما يعادل 10,000 ممر واحد، أعيدها بالكامل كمواصفات الطرق العالمية. بالنسبة لمقارنتها مع الدول المجاورة لا توجد مقارنة، لأن الدول المجاورة كل الدول المجاورة أنا شايف الطرق مالتها يعني مطبقين الشروط العالمية، مطبقين الأوزان المحورية الأصولية، وطرقهم محترمة وصيانتها تجري على قدم وساق. وهاي تركيا وإيران والأردن، بس سوريا شوية قريبة علينا لأنه هم الوضع المعروف في سوريا. والكويت يعني ما شايفها يعني شو اسمه، السعودية شايفها طرقها على أرقى شيء. السعودية ثاني بلد بالعالم بالنسبة إلى نوعية الطرق، أول دولة بالعالم هي الإمارات، ثاني دولة أعتقد عمان، ثالث دولة السعودية بالعالم من ناحية نوعية الطرق. وأما إحنا العراق فهو في المرتبة اللي خارج التسلسل العالمي في مجال نوعية الطرق مع الأسف. وإحنا إن شاء الله نأمل من الحكومة أن تخصص للطرق الاهتمام الكافي، لأن الطرق هي شرايين الحياة في البلد، بدون طرق لا توجد حياة في البلد. خلينا نبتدي وياكم بمقارنتنا، ونبتدي بأول دولة اللي هي الصين. طبعاً اللي يسمع عن الصين أو اللي يشوف الصين ويشوف طرقها السريعة وجسورها يعتبرها تقريبا هي أقرب إلى الخيال، يعني لوحات فنية ما تعتبر أنه هي حقيقية، وهي فعلا حقيقية وبهذا التطور الكبير. طبعا اللي ينظر إلى الطرق السريعة بالصين يشوف أنه هي مو فقط هي جسور وطرق عابرة، هم تحدوا الصعاب وأنهم كانوا على قوة وعزيمة بتحدي التضاريس الطبيعية والأنهر والطرق الوعرة وغيرها بإنشائهم هذه الطرق السريعة، بإنشائهم للجسور، بالإضافة إلى هم تحدوا وبـ 2012 حققوا إنجاز كبير بموضوع الطرق السريعة، وهذا مو فقط بالطرق السريعة، هم حققوا إنجاز بفرص التنمية من خلال الطرق السريعة. وهذه الطرق هي ليست تمر فقط بالمناطق اللي تكون هي بها أقليات أو المناطق الفقيرة أو المناطق الزراعية، بالإضافة إلى أنه هي حاولت أن إدخال التكنولوجيا وغيرها من الأمور لهذه الطرق. وأيضا اعتبرت هذه الطرق هي بمثابة أنه أنت رايح كأنما سفرة سياحية من خلال التنقل برا. إحنا بالعراق نفتقد بمسألة أنه إحنا نتمتع بموضوع السفر برا، يعني نشوف أنه الدول الأخرى متطورة بكثير عن بموضوع الطرق. دائما ما تشوف الأشجار، تشوف المناظر الطبيعية، تشوف المطاعم، تشوف ساحات الاستراحة، مواقف، يعني كثير من الأمور، فهي تكون بمثابة سفرة سياحية. بعض الدول تعتبر السفر خارج المركز أو المدينة. فإحنا دائما ما نفتقد إلى هذه الروحية بالطرق، دائما ما نبحث عن القليل وأقل ما يمكن أن نطالب به ويطالب به المواطن هي طرق صالحة للسير. بالتالي هذه الطرق مو فقط هي تؤدي المواطن، أيضا تؤدي السيارة. يعني إحنا دائما ما نسمع بالجباية، وهذه الجباية بموضوعة أنه أنت من تشتري سيارة تأخذ نسبة باسم صيانة الطرق والجسور، لكن وين تروح هذه المبالغ؟ وين تنصرف؟ مدى نشوف أنه أي تطور وأي أمور تظهر أو تكون الشخص دي يلمسها أنه بموضوعة الطرق والجسور، وين تروح أموال الجباية؟ وين تصرف؟ خلينا نشوف الجواب وراجعين. تذهب هذه الرسوم، تكون هذه الرسوم على شكل 4 أقسام تقريبا، هي رسوم المركبات، تحويل المركبات وتسجيلها لأول مرة، وكذلك رسوم الغرامات، المخالفات التي يتم فرضها من قبل الضباط المنتشرين في بغداد والمحافظات، وتجمع هذه الأموال وتذهب أيضا إلى خزينة الدولة، تعظيم موارد الدولة. وكذلك القسم الثالث هي من جراء العمليات التي تقوم بها مديرية المحافظات ومديرية مرور بغداد بتقديم الخدمات للمواطنين
من أجور خدمة متعلقة بإصدار إجازات السوق سياقة وتجديدها والبدل الضائع وغيرها، تذهب أيضا إيراد نهائي. تجمع هذه الأموال وتذهب إلى خزينة الدولة وزارة المالية كإيراد نهائي عام. ولكن نصت المادة 43 من قانون المرور النافذ 8/2019، المادة 43 نصت لنا أنه جميع الأموال يعني إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المنصوص عليها بالقانون بنسبة 50% إلى خزينة الدولة، ويخصص 25% منها إلى الإيراد من هذه الإيرادات لتطوير المرور وتأمين مستلزماته، يعني 25%، وكذلك 25% أخرى من هذه الرسوم كإجمالي عام تذهب إلى إيراد إلى مديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة. حقيقة يعني هذا الأمر ليس مفعل منذ فترة طويلة، منذ أن صدر القانون لم يذهب إلى المرور ولم تذهب أي من هذه الأموال لا للمرور ولا للطرق والجسور أي مبالغ. يعني الأمر تعرفين متطلبات المرور 6 نرجس كثيرة جدا لتأمين احتياجاته مما تخص تأثيث الشوارع المظلات، يعني أمور لوجستية، دعم لوجستي يجب أن يكون للمرور. لو كانت هذه مفعلة لكان واقع المرور، واقع المرور من الناحية اللوجستية تخص منتسبي وضباطه كمديرية لكان أفضل بكثير. حقيقة هذا الأمر يعني منصوص بالقانون، ولكن لا أعلم لماذا لم يتم تفعيله حتى الآن. ننتقل إحنا وياكم إلى دولة أخرى اللي هي سلطنة عمان. طبعاً الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان يعني قيام اللجنة الوطنية للسلامة بمجموعة من الخطوات والإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك بفرض وزيادة عدد الأفراد للرقابة والتوعية المرورية، وأيضاً يقومون هناك بنشر الأفلام التوعوية وتعرفة المواطن بأمور السلامة المرورية. وأيضا معهد السلامة المرورية يقوم بورش عمل، ويكون يعني يحتوي هذا المعهد على مختصين بالسلامة المرورية، ويقومون بعمل هذه الورش لتوعية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأيضا الحد من الحوادث. من الأمور الأخرى أيضا هم التزامهم بالقوانين اللي تكون ذات صلة بالموضوع وفرض العقوبات حتى حفاظا على مثل ما نقول سلامة المواطن. احنا هنا بالعراق هسه يلا تفعل موضوع الحزام، نفس الحزام والالتزام به، وايضا هناك عقوبة لمن لم يرتدي الحزام، هناك عقوبة وفرض يعني مبلغ او يعني استقطاع مبلغ من المال. بعض المواطنين رفضوا هذا الموضوع بسبب انه يقول لك انا اعطيني طرق، اعطيني خدمات، اعطيني غيرها من الامور حتى انا ارتدي، من تريد اني التزم انت هم ارتزم ببعض الامور اللي هي احنا نحتاجها. بالتالي يا المواطن انه احنا لازم نساعد، لازم انه احنا نكون ايد واحده حتى نحافظ على سلامتنا. هذا الحفاظ على السلامه هو ما راح يعني يضر الحكومه، هو راح يضرك لك انت، يجب ان تحافظ على سلامتك وسلامه العائله اللي وياك اللي بالسياره، فيجب ان انت ترتدي الحزام، وهذا اقل ما يمكن ان نفعله. دائما ما نسعى ان نقارن نفسنا بالدول الاخرى، الدول الاخرى هي ملتزمه بالحزام وان كانت هناك طرق جميله وطرق مناسبه للسير، بس احنا نقول حتى إن شاء الله تكون هناك فعاليات أخرى من الحكومة والناس سعى إلى أنه هي تقوم بتوفير مستلزمات الطرق السريعة والطرق والجسور تكون أيضا داخل المدن، دائما ما نتحدث عنها. إذا ننتقل
احنا وياكم الى المغرب حيث تقوم الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب بفحص قرعة الطريق وايضا باطار استراتيجية الصيانة الدورية، حيث تعتمد يعني هذه الدراسات وهذه الفحوصات ببنية تحتية وحاولون ان هم يحافظون عليها ويشوفون شنو المشاكل اللي تواجهوها واصلاحها بالطرق السريعة الممكنة وشنو الاجراءات اللي ممكن يتخذوها حتى يتخلصون من هذا الموضوع. بالإضافة إلى موضوع آخر، إنه أنت بالمغرب في حين إنه أنت تنتقل إلى يعني من المدينة إلى الطرق الخارجية راح تشوف إنه الطرق هي تكون بانسيابية عالية، تكون يعني مريحة أيضا للنظر وللسياقة، ما تكون أعصابك مشدودة وكثير من التفاصيل. بس انتقالك من مرحلة أو من نقطة إلى أخرى راح تشوف هناك مثل السيطرة، هذه تقوم بدفع مبالغ تكون هي رمزية جدا وزهيدة جدا، هاي تأخذ لصيانة الطرق عكسنا أنه إحنا نأخذ جباية وما نعرف هي وين. فهذه الأموال تصرف على صيانة الطرق، ليش؟ لأن هناك أكو استثمار أو موجود استثمار الطرق، هاي تقوم شركات باستثمار الطرق انه هي تكون كفيلة بصيانة هذه الطرق بتوفير وتأثيث هذه الطرق، بالإضافة الى توفير الاستراحة وغيرها من الامور اللي يعني كل ما يلزم او كل ما يوفر الصحة والسلامة الآمنة للمواطن يوفروا بهذه الطرق اللي هي متكفلة انه هي ترعاها وتحاول انه هي تقوم بصيانتها. ايضا نحن نقول بالعراق ليش ما نحاول انه نفعل موضوع الاستثمار في الطرق، هذا موضوع جدا جميل وايضا ما راح يخسرنا هوايه، بالتالي هذا كله راح يصب بمصلحه المواطن. نتامل من الجهات المختصه والمعنيه بالموضوع انه توضح لنا ليش ما نقدر نستثمر في الطرق، احنا بالتالي بدنا ندفع مبالغ. المواطن ما راح يقول لك لا ما راح ادفع اذا هو راح يحافظ على سيارته ويحافظ على عائلته وعلى سلامته، لان هو بانتقاله من دوله الى من محافظه الى اخرى هو راح يصرف او يعني مطب من المطبات الموجوده راح هو تتضرر سيارته وراح يصرف اضعاف المبلغ اللي ممكن اذا تفعلت هذه المبادره راح يدفعه هو قليل مقارنه بصيانه وتجهيز والحفاظ على سيارته. دائما اي شخص يريد ينتقل الى محافظه اخرى وبهذه الطرق اللي تعتبر طرق الموت لازم يسلم على عائلته، لان هو احتمال يروح ما يرجع يعني، لان هناك حوادث كثيره، بالاضافه لانه هو تكون اعصابه مشدوده يخلص الطرق كله انه هو يقرا بالقران ويحاول انه هو بس يوصل بسلامه، يعني هاي امور كلها تضر ايضا هم بصحته. اذا هو ما راح يتوفى بهذا الطريق ممكن هو راح يضر صحته بسبب هذا التوتر والضغط. فعندنا سؤال يقول ليش ما نحاول نفعل الاستثمار في الطرق اذا هو راح يوفر لنا كثير من الامور اللي تكون هي بسلامه المواطن، شنو الاسباب؟ شوف الجواب وراجعي. حقيقه موضوع الاستثمار في الطرق من المواضيع المهمه جدا، وهناك كثير من الدول سبقتنا في ذلك واعطى نتائج كبيره جدا. هناك مجموعة أسباب تؤدي إلى هذا المشروع. الاستثمار حقيقة يعطي فرصة للشركات الاستثمارية أن تستثمر بكل شيء بالطرق، إنشاء محطات صيانة للسيارات، إنشاء محطات استراحة، أيضا صيانة وديمومة للشوارع مقابل يعني مبالغ رمزية حقيقة، وإضافة إلى ذلك يعني توفير سيكوريتي عالي من خلال نفس الشركة التي تقوم بالتصميم وتقوم بالتنفيذ. أيضا هناك جوانب أمنية، يعني إحنا راح نستثمر الشركة أيضا من جانب يعني فني ومن جانب أمني. لذلك أعتقد موضوع الاستثمار مهمة جدا ويجب طرحها ومناقشتها بشكل جدي. الحقيقة يعني بسبب يعني ما نشاهده من يعني فساد، ما نشاهده من يعني عدم وجود يعني رؤية حقيقية من قبل يعني دوائر الطرق والمواصلات وعفوا الطرق والجسور، لا زالوا يعني يعتمدون على المخططات القديمة، على الرؤية القديمة غير ما موجود الآن. أصبحت الطرق وخاصة الطرق الحديثة جزء من يعني البنى التحتية للدول،
خاصة نحن نمتلك يعني المواقع السياحية سواء في شمال العراق أو الأهوار في جنوب العراق، وبالتالي نحتاج إلى طرق حقيقية، إلى طرق قادرة على استيعاب هذه يعني الأفواج وهذه الشركات السياحية التي تنقل المسافرين سواء من جنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو حتى المسافرين من خارج القطر. لذلك أعتقد موضوع الاستثمار مهم جدا، شرط أن يكون استثمار حقيقي، أن تعطي الشركة يعني كامل الصلاحية بالتصميم والتنفيذ وأيضا يعني إنشاء يعني دار الاستراحة ويمكن حتى فنادق بالطريق أو يعني مطاعم درجة أولى، وكل هذا يكون في يعني تحت ظل وصاية هذه الشركة مع إشراف حكومي كمراقبة وليس يعني كعملية ابتزاز. هذا أعتقد يؤدي بنا إلى أن نقفز قفزة نوعية يعني ونتخلص من قضية يعني الكومشنات ونتخلص من الشركات العراقية الممتلكة. أعتقد هذا الاتجاه هو الصحيح الذي سوف يحل هذه الأزمة باعتبار أنها طرق يعني جزء من البنى التحتية التي يعني يستطيع أي بلد بالعالم أن يعني يعتبرها جزء من السياسة الداخلية للبلد. نحكي مشاهدين الكرام على موضوع أو نقطة أخرى اللي هي طريق دورة يوسفية. دائما ما نسمع عن هذا الطريق لكن إلى الآن ما منجز، وهذا الطريق تقريبا من سنة 2014 على أساس يعني ينجز ويتجهز وهو راح يخلصنا من كثير من المشاكل، وهو يكون طريق بمواصفات عالمية يحتوي على رادارات قياس السرعة، يحتوي على يعني مطاعم على طول الطريق، تكون يعني استراحة أكو بهذا الطريق، يحتوي على أشجار وغيرها من الأمور، يعني نقول أحلام وردية بما معنى. بس إلى الآن ما مفعل من 2014 إلى سنتنا يعني الحالية، يعني تقريبا صار 8 سنوات وهذا الطريق ما منجز، ودا نتأمل والكل يعني يتوعد انه هو راح ينجز هذا الموضوع وهذا الطريق باسرع طريقه واسرع ما يمكن. هذا المشروع هو تقوم عليه وتحاول انه هي تنجزه هي 3 شركات ومقسم، طبعا اذا حكينا على طول الطريق هو تقريبا 14 كيلومتر ومقسم على 3 اجزاء، كل شركه متكفله بجزء معين حتى يسرعون من او يعني يكون انجازه باسرع وقت، لكن الى الان ما منجز. شنو الاسباب الحقيقيه وراء انه تعطل او توقف او انه تكون بفترات يعني العمل بهذا المشروع يعني فترات متباعده، يعني يشتغل سنه وسنه الجايه نشوفه ما يشتغل او اشهر ومتوقف وغيرها من التفاصيل. شنو اسباب التلكؤ بهذا المشروع اذا هو كان فعلا مشروع حقيقي وحيوي وهو راح ينقذ يعني او يتخلص من كثير من الطرق اللي هي تكون مؤديه او مثل ما تسمى طرق الموت؟ نشوف الجواب وراجعكم. مشروع طريق دار يوسفية هو الطريق الرابط بين مدينة بغداد وطريق المرور السريع بغداد بصرة. هذا المشروع أقر مع الطريق السريع في 70ات القرن الماضي، وكان المفترض أن ينفذ بموازاة الطريق السريع وبنفس الفترة، لكن تم تأجيله بسبب ظروف اللي مر بها البلد لعقود طويلة. ودار عدد خطة في عام 2012 لتنفيذ هذا المشروع، لكن اصطدمنا بوقتها في مجموعة تعارضات عادة إلى مختلف الجهات الحكومية وإلى تجاوزات عادة لبعض المواطنين تقع على مسار الطريق نتيجة ترك أو طول فترة إعداد المسار عن فترة التنفيذ. وبهذا الأمر سبب عرقلة كبيرة في أمام كوادرنا لتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المعدة له. في عام 2021 تم تشكيل لجنة أمر الديواني برئاسة معالي الأمين عام المجلس الوزراء للوقوف على المعوقات والعمل مع الدوائر والجهات الحكومية ومع الجهات الأخرى لغرض رفعها، وبالفعل تم ذلك خلال فترة وجيزة وفتح المجال أمام كوادرنا لتشرع بإنشاء الطريق. وخلال فترة أقل من عام حقق المشروع نسبة تقدم كبيرة جدا، بينما كان تقريبا قبل تشكيل هذه اللجنة كان نسبة إنجاز لا يتجاوز 20%، الآن المشروع يقترب من نسبة إنجاز 80%، ومن المؤمل افتتاحه هذا العام إن شاء الله وقبل نهاية هذا العام، وبذلك سيكون إضافة جديدة ومهمة لشبكة الطرق في عموم العراق وبالذات في العاصمة بغداد، كونه
سيكون حل مروري ناجح وجيد بنقل الحركة من المناطق الجنوبية والمنطقة الغربية وغرب بغداد باتجاه مركز العاصمة دون المرور بالمنفذ الجنوبي الحالي اللي يعاني من اختناقات مرورية كثيرة جدا. وإن شاء الله العمل يسير وفق البرنامج الموضوع له، وسيتم الافتتاح ووفق المواصفة المعدة لهذا الطريق الحيوي الذي عد من شركات تصاميم عدة من شركات أجنبية متخصصة في وقتها، وتم تنفيذ هذه المواصفات من قبل كوادرنا وتم الالتزام بها التزام كبير، وأيضا تم إضافة معاملة الإسفلت بسطحية مبلمرة لضمان ديمومة الطريق وعدم تأثره بدرجات الحرارة العالية والأحمال الكبيرة اللي هي تعتبر من المشاكل الرئيسية لشبكة الطرق في العراق. نحكي وياكم مشاهدين الكرام على موضوع آخر أو نقطة أخرى، اللي هي الطرق اللي تكون داخل المدن، تحديدا المركز اللي هو بغداد واللي هي تكون عاصمة العراق. المفروض هي تكون مجهزة بأحسن الطرق والجسور والإشارات المرورية واللوحات التعريفية أو غيرها من الأمور، هي تكون هي بأحسن وجه، مثل ما ذكرنا أنه أي شخص يجي للعراق لابد أن يزور بغداد. احنا هنا ببغداد نشوف انه طرق وعره، نشوف انه الجسور تعبانه، حتى الاسيجه الوقائيه هي تكون غير صالحه، بعضها تكون هي يعني نحكيها بالعاميه مكسره، نصها يعني صار بها حوادث مرور ما مصلحه، كثير كثير من الامور والتفاصيل. تحديدا سريع محمد القاسم اللي هو قبل 4 أو 5 سنوات يعني الكل قال انه هو قايل للسقوط وما راح يتحمل حمولات كبيره وغيرها من التفاصيل، انغلق ورجع انفتح بعد فتره معينه بسبب انه الصيانه. فهسه محمد القاسم ده يحاولون انه كل سنه تصير به صيانه، لكن هي صيانه بسيطه وصيانه ترقيعيه لسد الحاجه فقط. اذا ليش انه احنا ما نجهز او نفتح طرق جديده او نسوي جسور جديده؟ ليش هذه الطرق والجسور هي موجوده من الثمانينات الى الان اكو استحداث لها ولا اكو يعني انه الموضوع ينأخذ بجديه كبيره؟ بالاضافه لانه سيارات الحمل هي نشوفها انه هي تسير بالطرق العامه والجسور العامه بداخل المدن، يعني يجب ان تكون لها طرق خاصه باعتبارها انه هي تكون محمله يعني بحمولات ثقيله وهي تكون هي مضره، يجب ان تكون هي لها طرق خاصه بسبب انه هي الارضيه تكون هي يعني مناسبه لها اكثر، لان هذه الطرق الان هي مخصصه للسيارات الصغيره. إذا جينا حكينا على القياسات العالمية، فالقياسات العالمية تقول أنه الكيلومتر الواحد هو يجب أن يحتوي على 20 إلى 25 سيارة بالأكثر، لكن الآن إذا جينا وحسبنا وشفنا أنه تقريباً الكيلومتر الواحد ده يحتوي على 200 إلى 300 سيارة، إذن المركز وبغداد تحديداً بحاجة إلى طرق جديدة، بحاجة إلى أمور أنه هي للسلامة للمواطن. كثير من التفاصيل دائما ما نناقشها ببرنامج ليش لا، ودائما ما نطرح افكار ونحاول انه نسلط عليها الضوء. قلنا باحدى الحلقات من برنامج ليش لا انه ليش ما نفعل المترو، الان نقول ليش ما نفعل القطار المعلق وغيرها من التفاصيل. هاي كلها راح تقلل من الزخم اللي حاصل على الطرق، وبالاقل او اقل تقدير انه احنا نقدر نصين او نحاول انه نعمل صيانه حقيقيه وليس ترقيعيه الطرق في بغداد. إذن مشاهدينا الكرام، كان رأي المواطن حاضر بحلقتنا لهذا اليوم. خلينا نشوف شنو قالوا بموضوع الطرق والجسور، شنو رأيهم به، ونرجع لكم. ناقصنا انه يحتاج لنا ادانه للطرق الداخليه، يعني الافرع كل يا فرع الدخن بيت مسدود، لو صبات لو الدوريه مدخل يفوتون بهذا الشارع، فينطر انه يفوت بهذا الشارع، وهذا الشارع كله عباره عن ازدحام. الطرق الخارجيه يعني انا واحد من الناس لا ارجع بالليل يعني احتمال الشاهد، لان ماكو لا اناره، السايدين واحد يضرب على الثاني وكلها تضرب عالي يعني ما تشوف.
نحتاج اعمار، نحتاج اعمار بصوره عامه. الشوارع كلها متفلشه، ماكو شارع نظيف. لا محمد القاسم تجي كله يعني كله حفر، وذيك الحوادث اليوميه ينشروها وشوفوها بس هيك يعني ما ادري. مثل ما تقول قديمه يعني، واغلبها نقار وطسات، ماكو يعني ماكو في التصليح، شلون نقول اعاده تاهيل للطرق ماكو. اما اللي تربط بين المحافظات فالحوادث هي اللي يسولف، يعني هي حلها كلش بسيط وسهل اذا كانت الرؤيه جاده وحقيقيه من المسؤول الحق، يعني من المسؤول انه نطلب من المسؤول انه يشوف حل جذري. وهم اكيد عندهم مستشارين وعندهم دراسات وعندهم ناس يعرفون انه شنو اليوم المسؤول من يقعد بمكان لازم يعرف انه شلون يدير هذا المكان، يحافظ على المكان اقلها. اليوم هو موجود باكر ايضا موجود، يعني احنا اليوم نشوف اذا شفنا انه حل المسؤول اذا وضع حل احنا راح نشلب بيه. يعني اغلب الطرق الكبيره يسمون طرق الموت، مثل طريق الناصريه، طريق البصره، طريق السماوه، يسمون طرق الموت. يعني طرق صغيره وكلها طسات وتعبانه، واغلب الطرق اللي تمشي بيها مثلا التريلات اللي تمشي سيارات الحمل الكبيره كانت قبل تمشي على هذا الجانب الايسر البطيء، هسه قامت تمشي على الجانب السريع من السيارات. اذا قبل الختام مشاهدينا الكرام، يجب على الحكومه انه اخذ الموضوع بجديه، ويجب ان توفر طرق داخل المدن وايضا خارجها بمواصفات عالميه. ليس العراق باقل من الدول الاخرى، بعض الدول كانت هي دول تكاد تكون غير موجوده او تكون صحراويه او صحراء. نروح نشوفها هسه، نشوفها باحسن ما يمكن واحسن من عندنا. ليش؟ فهذا الموضوع على الحكومة انه هي تنظر به، تكون هناك طرق جديدة وتكون هناك مجهزة باحدث ما يمكن تجهيزها، لان العالم وصلت انه تدخل التكنولوجيا المتطورة بالطرق، واحنا لحد الان طرق ما عندنا. يجب ان تكون هناك شركات تقوم بصيانة الطرق وتكون انه تفعل الاستثمار ضروري جدا، بالتالي هذا راح يحافظ على المواطن. بالاضافة الى نصيحة لكل مواطن، يجب ان يرتدي الحزام، لان هو راح تحافظ على صحتك وسلامتك، ليس انه انت تقدم شيء للدولة، لا انت حتقدم شيء لنفسك. اذا مشاهدينا الكرام، التقي وياكم بموضوع اخر وبحلقة اخرى من برنامج ليش لا. الى اللقاء.